هنا صباح الرباح وصباح ربي فتاح. كيف ما كتشاهدوا إيمين تانوس باكم عبدي، إيمين تانوس رجاس في المنطقة غير ما بين الجبال في الطريق ديال أكادير. مرحبا بكم. وهنا بعد ما صباح الصباح وصباح ربي فتاح إيمين تانوس، شوفوا كيف داير الشكل ديالها. الناس غير الجبال، سبحان الله العظيم، هي جات ما بين الجبال. هادي هي إيمين تانوت، شوفوا باكم العبدي حالو فين هزو فين جابو، سبحان الله العظيم قدرة والحال. بالنسبة للقاعة هانتوما كيف ما كتشاهدو، هنا إن شاء الله الفطور ديالنا ديال الصباح كيف ما كتشاهدو، الحسوة ديال منطقة إيمين تانوت، الحسوة بالحليب. هادي بالبولة ديال الشعير والقهوة في الغلاية كيف ما كتشاهدوا. وهنا شوية ديال التمر والشباكية. هنا الدجاجة هويا شلناه حطيناه يتسقطر كيف ما كتشاهدوا، صافي تحط يتسقطر كامل، شلناه بالماء والحامض. هنا دابا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا العطريه اللي جمعناها هي هذه اللي شاركنا معكم. بالنيه تما كيشان منها في الدجاج واللي تشان منها هي هنا الدنيا. هنا انتما الدجاج هو اللي تشرمل، هو يا سي طيب ديما المطيب، المطيب كيعاوني دغيا كيجمع الدجاج من الرجلين ديالو كيف ما كتشاهدوا. العملية هي باش ما تخليش لي الدجاج تحيد لي الجلدة، هانتوما باش ما كتحيدش لي الجلدة ضروري ما كنهز بحال هكايا باقا الطنجرة جاية. بحال هك هادي في البداية ديالتها. الجلدة كتبقى صافي وكنغطيه حتى كيغلى مزيان وكنثقبو وندير ليه زيت الزيتون. وما كنكثرش لاصوص في الاول باش يطلق ليا داك اللون ديال الخرقوم والزعفران. كنمرقش من ديبار التمريقة كاملة، بحال كنمرق نص تمريقة. هانتوما كيف ما كتشاهدوا، أولا صوص قليل عاد غادي نزيدو باش كيعطي داك اللون، بحال كيتشحر، ما هو راه ما كيتشحر ما والو، هي باش تسخن ديك العطرية وتعطيه الطواح. وديما الدجاج زاحموه مع بعضياتو باش كيبقى شاد ليه الرجلين، زاحموه في بعضياتو باش ملي كيتنفخ ما كيصيبش فين كيتحلوا ليه الرجيلات ديالو. صافي هادشي ديك. هذه الطريقه ديال الجلده باش ما كتحلش ليه من صدره. انا كملت ليه التمريقه ديالته، شوف الصوص فين كيكون. هنا ملي غيبدا يتجالب كيعطي له الظهر الدجاج من ديبار مع صدره، ما كنقلبو ما والو من الاول حتى الاخر حتى كيطيب ان شاء الله. بالنسبه للدجاج صافي حنا رديناه كامل تقريبا، اللي بقاو لينا هما هادو.
هنا واحد الله جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة الفرينات والسابعة بقى صغيرة، بقاونا شي طيور هي السابعة، 110 ديال الدجاج. صافي الدجاج غيطيب دقة واحدة نحيدوه نردو اللحم. هنا كيف ما كتشاهدوا الدجاج هو طاب، لطيفة السيرة كتنزل فيه كيف ما كتشاهدوا. علاش كديري لطيفة هاد القضية هكا ديال الدجاج؟ ماشي يبرد يتسكتر. او قالك لا لا علاش كديروا ليه هكا؟ علاش؟ عمل تملتم عمل تملتم هما هاد الطريقة كتساعد الدجاج أنه يبرد وينشف باش يتحمر باش الجلدة ديالته يشد فيها اللون، كنقولوا حنا يشد فيها اللون وديما تحمر تحت الفرينة داكشي البلدي طبيعي. فنانة اش كديري؟ كنحرك البصلة. وخليها بلا تحريك. هما اللي غتحرك ما تحرك والو خليني انا وتمشي. لا تحركت نخليك. انا باين. مسلمت عليكم طاطا فاطمه. انت خوتي اش كديري؟ فسخت اللوز. وعلاش تفسخي؟ ديري عبلة تفسخ ولا يفسخوه؟ ما فراسيش انا اول مره بحياتي. عزيز الله يرحمه. لا الله طول في عمره. الله يسهل عليه. امين. امينه بتخوتي الله يحفظك. علمنا اي حاجه الله يلقى لي زينه. الله يلقى لي زينه ماشي خايبه. لا ايوا صافي هادشي اللي كاين الله يحفظك. ندعمك ديما بالزين. والحمد لله ربي يخليكم تاتوما الله يسهل عليكم في وليداتكم. هنا كيف ما كتشاهدوا تبارك الله على الساقي. الله يبارك فيك. هز الطبله وزيد مع الزناقي. لا الله كاينش. هنا كي قلت لكم العسل الحر زيت العود، زيت العود عندهم فريد من نوعه، زيت العود ماشي كيف اللي عندنا في المنطقه. زيتهم زيت بمعنى الكلمة، زيت صافي والبنة واللدة والريحة، سبحان الله العظيم ما كاينش فيه الخدع أبدا. بالنسبة لهذاك عندنا حنايا لهيه كيوصل خزي ماشي متاخس هذا وليك آملو. هنا كيف ما كتشاهدوا كرواسون والخبز ديال تفرنوس لقيتهم سيطيبوا فيه وجبته والملوي بالطبيعة. هنا بعد ما صباح الصباح صباح ربي فتح القاعية تصاوبات وكملات ان شاء الله وتفرشات والله يثبت الغرس لموالي العرس ويجعلهم كل شيء مبارك مسعود وبالرفاء والبنين كيف ما كتشاهدوا. هنا بالنسبة للطريطور حفيد اللي حدا المحطة الجامع ديال الكيران، حدا محطة الكيران اللي حدا الجامع، فما ديش عليا من ناعس ما شايف. المهم مرحبا بكم اللي خصتو شي حاجة. أنا ما كنعرفش السيد، ما كنعرفش البلاصة ديالته غير السيد اللي خدام معاه هاهويا. القاعة أنتم كتشوفوا فيها تبارك الله ما شاء الله شاكرة راسها، ما غنحتاجش نزينها ولا نشكرها. والفائدة الله يكمل بخير. باكم عبدي غيمشي يشرب قهوة قاد الراس الدجاج راه كيطيب الفوق، إلا ما شربش القهوة راسي غادي يتشتت. مع انهم داروا القهوه ديال الدار ولكن كتبقى ديال البريسا حاجه خاصه. الواحد اللي هنا هو طيب ما يقدش طيب يدير بحالي والله ما يقد بالله. يرد الدجاج ينصب يزيد يدور يقضي غرضه ويعاود يرجع. الحمد لله معايا الدريات تبارك الله ما شاء الله. والتليفون راه خدام بيناتنا ضروري تكون شي حاجه ولا شي حاجه راه خدام التليفون. انا غادي نجيب عشي صخره هنا مع عبد السلام خاصني انا ماشي جاي نفوج لينا جاي الخدمه. الحمد لله جاي الخدمه اللي كتكون الخدمه كتكون المسؤوليه. ناخذ واحد المسائل هانتوما الرونج ديالنا. صباح خير سي اسلام. مرحبا بك في امين تانوت. مرحبا بك اخويا من عبده الامين تانوت عندنا هنا. مرحبا بالمتابعين ديالكم امين تانوت. الله يحفظهم مرحبا بهم. انا اللي خاطيني المتابعين وها المتتبعين هاي حالا زرتو نتوما وجيتو نتوما مرحبا بكم. المهم اجواء غتشوفوها في التليفون مرحبا. هنا بالنسبه دابا سولت ما سولتش مولين الدور سولت مول الحانوت. هاد البلاصه كتسمى البلوك الجامع القديم ها هويا كيف ما كتشاهدوا راه بالارج فينا هو معلق الفوق بالارج ديال العش ديالو. ايوا نتوما معنا. عيطت لمول الطاكسي لقيت النمره ديال مول الطاكسي تمايا عيطت عليه قلت ليه تعالى باش طلعنا يعني الفيلاج نقولوا السونتر ديال الامين تانوت السوق يا كارتل ها كيقول لي السوق ناخذ شي حاجه. ايوا مرحبا بكم. غتقول لي الطوموبيل نقول لكم الطوموبيل اه سخنت بينا البارح في الليل كنا غنبقاو عا في الخلا. اللهم خلي ودي تتوصلنا على بلادنا بعدا ناخذ طاكسي ديبانيو. الدبانه حتى هي حقرتني يا بنيتي
اي الدبان كيحقر البراني. مرحبا بكم. هنا كيف ما كتشاهدوا معنا ايمن تانوت عن قرب او عن بعد. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله. انا خدام في ايمن تانوت دابا. هابولي بالنسبة لهذا هو السونتر ديال ايمين تانوس كيف ما كتشاهدوا. بالنسبة لهذا هو السونتر ديال ايمين تانوس، المحطة ديال اكادير، المحطة ديال الدار البيضاء. هنا بالنسبة للحاجة اللي ثارت الانتباه ديالي هو انني خرجت للسوق باش غادي ناخذ تقضية ولقيت اغروم افرنو او الخبز ديال افرنو كيف ما كتشاهدوا تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للافرنو هو هذا، العواد تبارك الله الحاجة. الله ينورك، الله يطول عمرك. هادي شمن لبسه تقريبا؟ اش كتسمى؟ شمن لبسه؟ اللبسه، النوع اللبسه، السميه ديالتها. الشبكه الامازيغيه، هادي اللبسه الامازيغيه. هنا باش كتميزوا الامازيغ على العرب بهذه اللبسه ديالتها. انا ان شاء الله هانتوما فندق السلام بقهوة مطعم، جينا نتقهواو. باكم العابدين قلت لكم جيت نشرب قهوه انا وعبد السلام بعد ما خديت شي تقضيه وخديت الخبز ديال التفرنوت او تفرنو باش كيقولوا ليه. ومرحبا بكم معنا. هنا بزاف ديال الناس غيبقى يشد فيهم الفضول، مع العزيز خرج المعده. المعده طحنتني، خلاتنيش ننعس البارح اصلا. انا ما نعاش، ما نعاش، ما دخلناش، ما ساليناش بكري، ولكن خديت الفاني ديال المعده. هاد اوميز ها هويا، طاكسي ها هو باش غادي نمشيو ان شاء الله. تابعونا، الله يعفو على الجميع. واخا تشوفوا باكم العبدي كيضحك، راه مهلوك. واخا تشوفوني كنضحك، والله العظيم الا راني مهلوك. تحية للسي عبد السلام، تحية للسي عبد السلام، تحية للسي عبد السلام، تحية للشيفور مول الطاكسي، تحية لخونا الله يحفظك. النمرة 10، الناس ديال ايمين تانوت قلبوا على مول النمرة 10، عمرها دار. هو اللي مسكن، انا براني غشمي راكم عارفين يا عروبي، اي ما قاريش الواو، ما قاري لا با لا تا لا حا، ولكن اللغة العبرية السوداء ما يغلبون، مواليها ما يغلبونيش فيها. المهم مرحبا بكم. هاد الواد سميتو عواد وصافي، كيحمل فوق الشتا ماشي بزاف على هذا اللي كنصوبو فيه. كان ملي كانت الشتا كان الصم ديك الموسم عمر الغص. هنا هاد الشارع اش كيقولوا ليه؟ الشارع الحسن الثاني. احنا دابا في شارع الحسن الثاني في ايمن تانوت، وكيف ما كتشاهدوا الجبال من هنايا، وهذه هي المدينه. انا المتسبعين انا غنتحول نسكن في ايمن تانوت، عجبتني. هنا كيف ما كتشاهدوا الهواء زوين، الطبيعه تبارك الله ما شاء الله، والله العظيم الاكسجين مبدل، الاكسجين مبدل بعد على منطقتنا حنا. تحيه للناس ايمن تانوت، تحيه للمغاربه فين ما كنتوا. تحيه للاخت فاطمه الزهراء والام ديالها والاخ ديالها والعائله الكريمه ديالها اللي عطوني الشرف انني نجي من مدينه ايمن تانوت، ما بين اكادير وايمن تانوت شي 120 تقريبا، شي 120 كيلومتر، ساعة ونص طريق. احنا دابا راني طالع راس الجبل.
هنا كيف ما كتشاهدوا انتما ايمين تانوس من فوق الجبل طلعني مول الطاكسي لفوق الجبل باش شديت مدينه ايمين تانوس. نزومي لكم الدنيا هنا. بالنسبه للجبل هو هذا، تحية العسلام ومول الطاكسي الله يحفظكم. مرحبا الله يحفظ. ايمين تانوس تبارك الله. مول الطاكسي تا هو مسكين عاوننا في هذه الجولة أننا نشوفوها ونقربوا الناس يعني المدن اللي ما عمرهم شافوها يشوفوها مع باكم العابدين إن شاء الله. الله يكثر غير مسراتنا وأفراحنا. هانتوما الجبل من هذا الجهة. المهم على شتوني غبرت راني بقيت هن. تبارك الله على السي عسلام. هنا كيف ما كتشاهدوا ثاني ايمين تانوت من اتجاه اخر. هنا دابا باش غادي نشوف على الطريق ديال السبيطار الكبير وشنو هو الاخر؟ ايزوران. ايزوران صافي سير. السبيطار الكبير ولا الكيفان الصفر؟ غنختصروا الطريق من هنا بيست. والله العظيم الا باكم العبديه اللي ولدت تسمي عليه. وصوغه وصوغه الشيفور وصوغه وصوغه الشيفور يا راه وصوغه ودير الكلاع الموطور وصوغه هو اي هو اي او هادي الساعة مباركة فاش لقينا برما وطلبة ورجال شلق حوم يا البويز احيان يا حوم يا البويز احيان يا راه مو مشات تخطب ليه الزين ما لقاتو ليه احيان يا حوم يا حوم احيان يا ورع العبدي في ايمان تانوت احيان يا وراه مشيت سارة ويجيب البنات هما القوت احيان يا وراني مشيت نتسارى ونجيب لبناتي القوت احيان يا وهذوك بناتي وهذوك بناتي يا راني نضرب الكدا والشعاب عليكم ها وهذوك بناتي ها وهذوك بناتي ها يا را لالا كوثر ولالا سوسن بناتي ها را مهموني طرقان مهموني جبال عليكم هذوك بناتي ها يا راني نخدم ونجيب ليكم هذوك بناتي ها هو قايه يا وهذه الساعة مباركة فاش لقينا قبر ما وطلبة ورجال شلة وموتوا بالسماء المسمومات اللي ما تحملوا بكم العبدي وتكتبوا لي الكومونتيرات كيك ما مركم اشوفوا المرقب العالي ويابا ويابا انا وانا 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 وعد عدق وباه يا باه مولاي عبد الله الولي ورحنا جينا نصرك مولاي عبد الله راهو راني مقرب عدو 19 راجل راهو عدو 19 راجل ثلاثة صدين البحر ثلاثة الجر صفر يا راه ثلاثة صدين قبل يا راه اللي مقاموا له عيال مسمومات راه الجامع تما اوا انا عليكم انا والعيطه كتغنى في بلاد الشلوح. تحيه للشلوح فين ما كانوا، تحيه للامازيغ، تحيه للبرابيره، تحيه للريافه، تحيه للمغاربه العرب فين ما كنتو في جميع انحاء العالم مرحبا والف مرحبا. والغادي الجديده وديني عماك والغادي الجديده وديني عماك يا والورقة على الورقة والطاكسي حداك الغادي زربان. هنا بعد ما حيدنا الدجاج المهم هنينا منه كي قلت لكم الحال سخون. الدجاج بالنسبة لي هو اللحم عندهم الليل والبسطيلة هما دايرين البسطيلة جايبين معرفتي ست البساطة ولا سبعة الله ما عرفتش. المهم الحاجة قالت لي كاينة البسطيلة غنطيب لهم اللحم، غنديروا البسطيلة واللحم للغدا والدجاج إن شاء الله باش غادي نديروه هو اللحم لليل. وتابعونا إن شاء الله ومرحبا بكم وقبلوا علينا وخيركم في ديوركم ومرحبا بخوتي المغاربة. حنا كنشاركوا معكم غير الأجواء ديالنا. هانتوما كيف ما كتشاهدوا هذا هو حالنا والحرارة والله يخفف علينا وعليكم، الله يخفف علينا وعليكم. وشرف كبير لنا أننا جينا لمدينة إيمين تانوس. تبارك الله ما شاء الله ناسها طيبين، الصواب، الآداب، كاين المرأة كاين الراجل كاين الدري، كل شيء كيعابر سبيل. خرجنا ماين الطاكسيات الخدارة كل شيء الله يعمرها دار، قسما بالله العظيم الله ما نجاملهم، الله يعمرها دار.
الحياء العرض ما تمش غادي في الزنقة ويهز فيك شي واحد عينه ولا راك براني ولا مع ان البراني راه كيبان مع ان البراني راه كيبان ملي كيدخل الا ما بانش من الهيئة ديالته غيبان من اللهجة ديالته انا عروبي لهجتي عروبية هما عندهم اللهجة ديال الشلوح شلحة تحية للشلوح كاملين فين ما كانوا والاداب والكرم سبحانك يا جليل الله العظيم والله يفتح لكم ببن الرزق والله يجعل ربي يسهل عليكم وكل شيء كمونطيرات راه كنقراهم راه وكان سكاني المشكله في هذا التليفون ما قيدتهمش كلكم 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 بدون استثناء اللي مريض واللي في الشديقه واللي في الناجح اللي باغي ينجح واللي باغي الاولاد واللي باغي يسافر واللي باغي الاوراق واللي باغي شي غرض الله يقضيه ليه الله يقضيه لكم غرضاتكم كاملين ويبلغكم المراد ويفتح في وجهكم البيبان المسدوده ويحفظكم ما تحفظ اللسان بين سنان نهار الخيب تصابوا غايبين ونهار الزين تصابوا حاضرين بغيتكم كيزيمه تباتوا ما وتصبحوا ملح اللي ضاعت لكم الصباح تخلف لكم في العشيه والله يدوز هذا العيد سالم غانم وشوفوا المؤمنين نقصوا من ضحيه العيد وصدقوا على جيرانكم فوتوا الزنقه اللي نتوما فيها وسيروا الزنقه الاخرى باش كرام جاركم ما تجرحش واللي في الزنقه الاخرى يجي لعند جيرانكم حتى هما باش كرامته حتى هو ما تجرحش باش يعيدوا كاملين العيد راه فايت سنه ان شاء الله وسنه مؤكده والله راه عيد ذبحوا كيولوا حواله قد لي شارب مليون قد لي شارب 160 قد لي شارب 170 قد لي شارب 20 قد لي عم صدقينوا عليه قد لي ذبح خروف قد لي ذبح خروفه قد لي ذبح ضروبه قد لي راه غير ديك الغريزه وديك الشهوه ديال العيد نص نهار وبنادم كيتقوفل وكيشدوا بنادم ويخشي في الثلاجه ما كيتنفعش منه بعد انا العيد ديال الثلاجه سمحوا لي وصافي والله ما كنتنفعوا منه القديد نعاود القديد نطيب اللي نطيب كيجيو بناتي كيدوروا العائله احبابي كيجيو ياكلوا ويشربوا حتى هما كيجيبوا خيرهم معاهم الله يرضي عليهم ونقدوا نديروا القديد بعدا كنمشيو به العام القديد كنمشيو به العام راه عولة القديد ديال العيد راه عولة بحد ذاته بغيتو تريدات بغيتو عديسات بغيتو كسيكسو بغيتو باداز بغيتو بالبوله بغيتو مريقه اللي بغيتو ديروه بها النجيمات بالقديد كيجيو واعرين الله القسم وتحيه لكم ومرحبا بكم وانا عباكم العبدي هاي مشي دير انا شاربش دواء بحيد واحد الدرس البارح بالكلاب راه مسودنا ليا مخي راه راسي كيزدح عطار مني البنج وها بالفعلين عرفتي شحال من نوبه بالبنج درك خلطتو اين نوبتين تي باقي شي نوبتين راه محيها البنج نوبه ونوبتين هنا من غير البنج ديال العمليه ايوا الحمد لله الفرمليه ايوا تسرعه كتشدي الدقي البراكو تحيدي ياك عسي عمر كحيد لك باللقار اللطيفه حيدت ثم حيدوا لعسي عمر معايا الفرمليه كدق البراعه وحده وسي عمر كيجرعها باللقار واللقاط مصدي كنديروا عقل حنا كاع كانوا بكري شحال درنا لقنا ابو زرينا الحمد لله كلشي زين قال لي بشحال القوس قال لي عسير وليدي دابا يلحقك بلا فلوس اللي ما كبر دابا يكبر واللي ما حيد فمو غيحيدو انا راه كنمشي عند دونتيس والله شاهد عليا كيقول لي نعمر لك ندير لك نباكر لك كنقول ليه الدرسه ادواها هو الكلاب تعمر لي اليوم وغدا تبدا تصدع فيا حتى انا باقي قلت لي غيجوني يخطبوني باقي نتحسن على الركبه باقي سناح راه شرفت بقى لي على الفاس والقياس والله العظيم الا قلتها لي قلت لي راه شرفت قلت لي انا بقى لي على الفاس والقياس قال لي لا باش تاكل خبيز قلت لي نديرو عافي كاس ديال اتاي كي كنا نديرو العيل بكري وندوزو بعوايشه وماني وحسي هو وانا واكل وشارب ايوا الحمد لله كلشي زين